يمكن احنا من كام شهر كنا بدأنا نثير مع حضراتكم كده بعض القضايا المتعلقة بالأسرة والأوضاع داخل الأسرة المصرية، ومنظومة الجواز نفسها بتحصل ازاي، والحقوق اللي في المنظومة دي مين له حق ومين لأ، والحقوق ازاي بتتحط يعني او بتتحدد. النقاش ده كله أثير لما بدأت واقعة محددة تطلع ترند على السوشيال ميديا. الواقعة دي كان أبطالها بيرفعوا شعار من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال. كانت قصة بكل بساطة كده، أسرة رفضوا أن بنتهم يعني أو أن عريس بنتهم يمضي على قايمة اللي هي بيسموها القايمة بقى، اللي هي بيتحط فيها كل حاجة جابتها الأسرة من أول العفش كل التفاصيل. كتبوا في مكان القايمة دي بدل ما يكتبوا العفش والخشب والحاجة اللي اشتروها وكل الكلام ده، كتبوا بدل الكلام ده من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، اتقي الله في كريمتنا. دي كانت وصية الأب أو الأسرة للزوج. وحتى احنا وقتها في 90 دقيقة استضفنا الزوجة وسألناها يعني هل انت مش خايفة انك تفرطي في حقك، لا قدر الله لا قدر الله مهما ظهر يعني من الزوج ده ان هو بني ادم كويس وان هو بيتقي الله وان هو محافظ على حقك والكلام ده كله، هل انت ما عندكيش اي شكوك لا قدر الله حصل اختلاف، لا قدر الله اضطريتوا ان انتم تنفصلوا، ما حصلش نصيب، وده وارد وبيحصل في بيوت كتير وبيحصل في حالات كتير، ومش معنى كده ان الطرف الاول وحش او الطرف التاني وحش، لكن وارد انه ما يحصلش نصيب، مين يضمن وقتها حقوقك او تاخدي حقك ازاي، او هو فين حقك اصلا لما انت رفضتي تكتبيه. وانا فاكره وقتها كويس جدا انها عرضت وجهه نظرها وعرضت زاويتها من الموضوع، وقالت اذا انا باتمن الشخص ده على نفسي وباتمنه على حياتي وباتمنه على سعادتي، فيعني كلام فاضي قوي ان انا اكتب في ورقه اكتب جبت ايه واشتريت ايه واحفظ حقي بالكلام ده، وانه جاب لي وجاب لي وعمل وكريم وكذا وكذا وكذا، وكانت القصه ورديه جدا. اللي فتح بقى الموضوع اليومين دول ظهرت الزوجة الأولى لنفس الشخص ده، نفس العريس ده، أو هي بتدعي ذلك يعني، واسمها مدام وردة بدوي. قالت إن هي كانت الزوجة الأولى للعريس اللي هو صاحب الترند بتاع من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، وكشفت بقى تفاصيل يعني الحقيقة غريبة جدا بالنسبة لسير الواقع أو سير القصة نفسها. قالت إن هو ما بيصرفش على أولاده، قالت إن هي رفع عليه قضايا، وقالت إنه يعني حصل بينهم مشاكل كتير وإن هو ما ادالهاش حقوقها، تفاصيل كتير الحقيقة إحنا مهتمين هنسمعها منها طبعا. لكن إحنا ليه بنفتح الموضوع ده من البداية؟ لأنه دايما الأسرة المصرية نفسها هي عماد المجتمع كله، أي خلل بيحصل في الأسرة دي بينعكس سواء على الأطفال لو كان في أطفال، أو بينعكس على منظومة المجتمع كله. فبالتالي النهاردة الحقوق، هل الحقوق دي يعني صح ان احنا نتمسك بيها، ولا خلاص الكلام ده عفى عليه الزمن واصبح كلام قديم؟ دي وجهة النظر بيطرحوا نفسهم باستمرار، والقصه اللي معانا النهارده اعتقد انها هتكون ليها القول الفصل في الجدل ده. معانا مدام ورده، مساء الخير. ازي حضرتك يا فندم؟ مساء النور. ايه القصه يا مدام ورده، احكي لنا. وطبعا انت التصريحات اللي ادلتي بيها خلال الايام اللي فاتت قلبت السوشيال ميديا والناس كلها بدأت تتكلم عنها، لو تحكي لنا الحكاية من الأول. طيب أول حاجة بس عايزة أقول حاجة في البداية، أنا اسمي وردة وأنا ماليش علاقة خالص بالبنت اللي هما يعني سبركوا الحكاية، إن هي تقريبا أستاذة مريم اللي هي في الدكهلية أو الشرقية تقريبا اللي كان مكتوب لها نفس الموضوع دوت. أنا ماليش علاقة بيها خالص، وربنا يهدي سرها يعني. تمام. تمام. أما بقى موضوعي أنا فهو ابتدى من الترند اللي طلع من ناحيته، لما انا كنت ساكته وعادي الموضوع مش فارق معايا خالص، الموضوع انا بقاله شهور يعني، انا اخر يعني اخر حكم نفق ليا كان من 28/10/2020، من ساعتها انا ما خدتش نفقه، من ساعه ما خدت حكم الصيغه التنفيذيه بعد ما انفصلت وما ادالكيش النفقه بتاعتك ورفعتي قضيه. انا رفعت قضيه نفقه عشان نفقه الولاد، انا معايا بنت وولد، وكل ده مثبت اهو، احنا شايفين دلوقتي على الشاشه الحكم الخاص بالنفقه في الدعوه اللي حضرتك رفعتيها في 2020 بتقولي، مش كده؟ تمام. او هي بس التواريخ عند حضرتك هتبقى اكتر لان انا مش متذكرها برضو قوي. تمام، احنا بنعرض كله على الشاشه برضو المستندات او الاوراق، اتفضلي. تمام.
بس، وعندي ولد 2 ونص وبنت 7 سنين، اه وهو ما بيصرفش خالص اطلاقا. فانا استفزتني العباره اللي هو انت ازاي طالع تقول ان انا شخص مؤتمن او هم مؤتمنين عليك وانت عندك عرض فعلا، انت عندك بنت. طب انا عندي معلش سؤال، انتوا كنتوا كاتبين قايمه لما انا اتجوزتوا ولا ما كتبتيش؟ لا انا كتبت قايمه عادي، كانت عامله 88 يعني، مش المبلغ المهول. طب ولما انفصلتي خدتي حقك بالقايمه دي ولا لأ؟ انا خدت عفشي اصلا، خدتي عفشك. انا خدت العفش لان كان فيها تهديدات منه. طب كان في حاجات تانية في القايمه خدتيها ولا لأ؟ انا خدت القايمه، القايمه بيكون مكتوب فيها ان يعني هو يعني احنا العفش، احنا كان هو كان جايب 3 اوض الخشب بس، اه وانا كنت جايبه كل حاجه بس. فانا لما حصل الخلاف يعني وكان اللي في في القايمة خدتيه كله. اللي في القايمه خدته تمام. بس طيب خلاص. ايه اتفضل. المشكلة بقى؟ هو كده اداكي حاجتك، خدتي لا حاجتك كلها مفيش هو ما مشكلة، ادانيش، هو ما ادانيش حاجه، انا اللي خدتها يعني. ما هو حصل اعترضش خلاف يعني؟ طب معلش نوضح ازاي خدتيها. يعني، هو حصل خلاف ما بيني وبينه، وكان في تهديدات منه ان انا هخرجك سوري يعني، انا اسفه يعني بالهدوم اللي عليكي، يخرجك من البيت. اه ماشي مفهوم. وهاخد اطفالك، هاخد الولاد يعني، وانت كده خلاص ما لكيش حاجه عندي، وكلام مش حلو يعني، مش لذيذ. بس انا هقول لك على حاجه مدام ورده، الحاجات دي اتفضلي. بتتقال طبعا وقت الخلاف والطلاق لا قدر الله، الكلام ده ساعه عصبيه ممكن الكلام ده كله يتقال من اي شخص، لكن الفيصل خدتي حاجتك ولا ما خدتيش؟ الفيصل خدت حاجتي طبعا، خدت حاجتي. وهقول لحضرتك على حاجة، هو كان كلام حقيقي، ما كانش كلام تهديدات. طب هسألك سؤال اتفضلي. برضو وأتمنى تكوني صريحة معايا مدام وردة. طبعا صريحة طبعا. طيب اتفضلي. القصة دي حصلت من سنتين مش كده؟ لا الانفصال القصة دي من 2 ونص، من عمر ابني، وابنك لأن هو عمره قد إيه؟ 2 ونص يعني طيب شهر. يعني نقدر نقول إنه سنتين ونص والقصة دي منتهية وكل واحد فيكم راح لحاله وخلاص الطلاق حصل، أنت ليه اتفضلي. النهاردة طلعتي اتكلمتي؟ إيه اللي خلاكي تطلعي تتكلمي في مواقع التواصل او في التلفزيون؟ ايه اللي طيب استفزك انه تطلعي تحكي هو الحكايه دي انا وهو خلاص اتجوز وربنا وفقه في حاجه تانية؟ ما عنديش مانع يتجوز ويعمل اللي هو عايزه، دي حياته هو حر فيها. الفكره كلها ان انا ما ينفعش يكون عندي اطفال هم ملزمين منه المفروض، وما بيدفعش نفقته، وعشان برضو ما حدش يتكلم يقول ان انا منع منه الاطفال، هو بنفسه عامل كان رافع قضيه رؤيه وبقاله 4 شهور ما بينفذهاش، مع العلم ان هو بينزل القاهرة عادي جدا طب يعني. مشيتي في انا الاجراءات القانونيه في الحته دي زي ما عملتي في اتفضلي. القايمه وخدتي حاجتك؟ إيه؟ معلش السؤال مش واضح حضرتك. بقول لحضرتك مشيتي في الاجراءات القانونيه عشان تاخدي انا رفعت نفقه الولاد قضية وتاخدي نفقة، المصاريف؟ رفعت قضية نفقة، ومعايا فعلا صيغة تنفيذية حتى هتلاقيها مع حضرتك في الورقة. رحت عشان انفذ بيها في انفذها في المرور، هو كان شغال في المرور باليومية، مهندس باليومية في المرور، رحت عشان انفذها، فقالوا لي ان هو مشي، فخلاص اصبح بالنسبة لي مكانه غير معلوم، مش هعرف انفذ، مفيش مكان عمل انفذ عليه. بس طيب اتفضل. انت رافعه نفقه، هو رافع قضيه رؤيه؟ هو كان رافع قضية رؤية، طب ليه مش انت بتخليه يشوف الولاد؟ هو ولا مرة طلب يشوف الولاد حضرتك هو ما اصلا، طلبش يشوفهم، طب ليه رافع القضيه؟ الله اعلم، وما بيحضرش حتى الرؤية يعني، هو حتى رفعهم وهو كمان اصلا ما بيحضرش كمان الرؤية. يعني حتى حضرتك هو كان يعني سبب لي ضرر كتير جدا، ضرر كبير كبير ليا ولاولادي ولاهلي. كان اهلي زور بسرقة المنقولات، رغم ان احنا كنا متفقين ان انا هاخد العرش وكل واحد يروح لحاله خلاص، الموضوع سرقتها انتهى. ازاي؟ مش دي حاجتك، مش دي حاجتك في القايمة، سرقة ازاي؟ ايوه صح هو ما صح كانش موافق انك تاخديهم؟ حضرتك. بصي الخلاف حصل، كنا قاعدين مع بعض وحصل مشادات ما بيننا، وقال الكلمتين دولت، وانا ساعتها كنت قايمه من قيصري، كنت والده ابني في الشهر الثامن، فكنت تقريبا بمر بايام صعبه جدا في حياتي يعني. تمام. فلما حصل المشادات دوت خلاص يعني، انا كان قبليها اصلا في خناقات كتير فيها كلام وفيها تهديدات كتير اكتر. فقلت له خلاص انا هاخد حاجتي وخلاص، وكل واحد يروح لحاله، وانا ما تعبتكش لما جينا اتجوزنا يعني. بالنسبه لي كانت جوازه سهله زي ما بيقولوا يعني، انا ما تعبتكش فيها، فنخرج بالمعروف وكده او كده، احنا في بينا اولاد، فهنبقى اب وام كويسين محترمين يعني. طبعا هو كان رافض المبدا ده تماما. رافض الطلاق ولا رافض انكم تخرجوا بالمعروف؟ لا رافض ان احنا نخرج بالمعروف. انت لو عايز عايزه مشاكل تخرجي يعني؟ انت لو عايزه تخرجي، اخرجي كده باللي عليكي.
طبعا كانت كلمة بالنسبة لي مستفزة، أنا واحدة الحمد لله بنت ناس مش محتاجة حاجة خالص يعني. فقلت له لا تمام كده شكرا، وكده كده كده خلاص كتر خيرك يا سيدي. بس جيت خدت الحاجة، أنا خدتها حاجة في حاجة على فكرة، ولا أكيد لأن هو كان ناوي على الغدر. أول حاجة إن هو ما اتكلمش، قال لي أنت ليه بتاخدي الحاجة من الشقة، والشقة ليه الحاجة منها بتنقص. تاني حاجة وأنا بنزل العفش، الجيران سبحان الله يعني ربنا يشاء إن هم يكلموه ويقولوا له إن في عفش بينزل من شقتي. ساعتها كان شغال في المرور، بيني وبين المرور بالظبط 4 دقايق، لو اي حد تاني اكيد هيجي صح ولا لا، هيجي يعرف ايه اللي بيحصل في شقته. هو ما جاش، وده اكيد لي ان هو فعلا كان ناوي على غدر. طيب احنا دي برضو انت بتتكلمي كده، دي صورة قسيمة جوازكو انتوا يعني انت والاستاذ كريم. هو انا حضرتك ما انا ما عنديش مش شايفاها يعني، انا قاعده لا مكانها. انا بس بوضح للمشاهدين ان دي قسيمة تمام الجواز الخاصة بمدام وردة والاستاذ كريم، اللي احنا تمام بنتكلم طبعا عن واقعة الجواز ثم واقعة الطلاق فيما بعد 2.5 سنين. كويس حضرتك وضحتي، لان في ناس كتير طلعت كذبت انت لا انت مش مراته، انت ده اللي اتجوزها دي او الجوازه لي يعني. انا حتى كمان فوجئت ان انت كمان مش قايل ان انت متجوز، مش قايل ان انت عندك اولاد. طب هو ده كان، بص حضرتك انا ولا ليا في السوشيال ميديا ولا ليا في الاعلان ولا في الصحافه ولا اي حاجه، ولا حتى زعيت اليها. كل اللي حصل ان هو لما نزل الترند دوت انا ما سبتش الحق، بس مش اكتر، استحقاقا للحق الولاد مش اكتر. طب انت هنا عايزه تقولي ايه؟ يعني لما هو طلع ترند ومن يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، انت هنا رسالتك ايه وتنصحي ناس بايه؟ هل عندك مشكله شخصيه معاه وعايزه تحليها او توضحي للناس لا لا انك لا مظلومه، ولا عندك رساله برضو لبقيه البنات وعندك رساله للمجتمع؟ انت رسالتك ايه؟ اول حاجه انا بالنسبه لي يعني رساله لي هو، لا هو بالنسبه لي هو مش موجود انا خالص، لان هو لو كان شخص يؤتمن فالاولى انه يؤتمن على بنته يعني انت وابنه. معترضة على الجملة بقى اللي كتبوها له، صح كده؟ لان حضرتك في يعني هو معترض على النفقه، ضرني في بنتي لما كنت مقدمه لها مدرسه في القاهره، وراح سحب الملف عشان ما كانش لسه عندي ولايه تعليميه وداها اسكندريه. يعني هو بيضرها وسقطها كمان سنه، يعني نزلها سنه عن السنه اللي هي كانت فيها. وانا رجعت دخت تاني ورجعت من القاهره من اسكندريه تاني للقاهره، كل ده مصاريف على والدتي. على فكره والدتي اللي بتصرف، انا ما بشتغلش. والدتي اللي هو كان دايما بيهين ودايما بيعمل حاجات مش كويسه خالص، تمام، رغم انها ما اثرتش معاه، ايوه يكفي انها النهارده هي اللي بتصرف. طيب انا الحقيقه طبعا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذه ورده بدوي.